أكد البيان الختامي لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر والذي عقد في عمان مؤخرا أن أولوية إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار ومن معاناة للشعب السوري الشقيق ومن انعكاسات سلبية إقليميا ودوليا عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويلبي طموحات شعبها ويخلصها من الإرهاب. بحث الاجتماع الجانب الإنساني والخطوات المطلوبة لتحقيق تقدم في جهود معالجته وبما ينعكس مباشرة على الشعب السوري إضافة إلى عدد من القضايا الأمنية والسياسية. واتفق الوزراء ووزير الخارجية السوري على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدول زمني يتفق عليه وبما يتكامل مع الجهود الأممية وغيرها ذات الصلة المتعلقة بالجوانب الإنسانية والأمنية والسياسية. أستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات دكتور حسن المومني، أهلا وسهلا فيك دكتور. مساء الخير لك والمشاهدين الكرام. يعني مما لا شك فيه بأنه معطيات جديدة باتت اليوم يعني تطفو على السطح بما يخص الملف السوري، وبالتالي يعني ربما كان هذا الاجتماع الذي جاء به الأردن يتماشى والواقع السوري الجديد، وبالتالي كيف يمكن البناء على هذا الاجتماع مستقبلا؟ مما لا شك فيه اجتماع عمان حقيقة أظهر بأن الجهود العربية وبالذات الجهود الأردنية باتجاه حلحلة المسألة السورية وباتجاه زي ما تفضلت في البداية في نهاية المطاف الهدف الكبير هو مسألة الحفاظ على سيادة ووحدة سوريا وبالتالي حفظ الاستقرار. بتقدير الشخصي اجتماع عمان جاء وأسس نقطة ارتكاز قوية حقيقة وعزز نجاح الجهود الدبلوماسية العربية وبالذات الأردنية اللي بذلت عبر الأسابيع والشهور الماضية بكل هذا الجانب بكل هذا الاتجاه. اجتماع عمان حقيقة وبيانه تحدث في سياقات تفصيلية، هنالك بنود تفصيلية فيما يتعلق بمختلف جوانب المسألة السورية سواء كانت الإنسانية منها، السياسية منها، الأمنية منها، المتعلقة في سوريا، ارتداداتها وانعكاساتها على الإقليم، لامس كثير من المصالح الاستراتيجية الوطنية الأردنية حقيقة والتي قد تكون الأردن الأكثر تضررا من سياق المسألة السورية. في هذا الجانب اجتماع عمان أكسب العملية السياسية والدبلوماسية زخم بتقدير الشخصي زي ما يعني هذا الزخم الآن ولد قناعة عند كل الأطراف بأنه لا سبيل إلا العملية السياسية. وبتقدير الشخصي اجتماع عمان أسس وقبليه طبيعي اجتماع جدة وقبلها الدبلوماسية التشاورية في هذا الجانب أسست حقيقة إلى مسار قد يكون مميز على المسارات السابقة. أنت تعلمي أن المسألة السورية في مسارات منذ أكثر من 10 سنوات، مسار جنيفا، مسار استانا، سوتشي، كل هذه الجوانب بفيينا، كل هذه الاتجاهات ولم تحقق حقيقة تقدم ملموس بهذا الأمر ولم تؤدي إلى عودة سوريا إلى المنطقة العربية ولم تؤدي إلى دور سوري بدأنا نلحظه فيما يسمى في السياسة الدولية الشرق الأوسط وفي سياسة التفاعل الدبلوماسي السوري العربي. التحرك اللي الأردن منذ عام في سياق ما يسمى في الخطة الدبلوماسية الأردنية واللي تدريجيا اكتسبت زخم وجاءت ظروف حقيقة من هذه الظروف من صنعتها الأطراف وبالذات الأردن من هذه الظروف من هي جاءت بسياقات إنسانية زي الزلزال وغيره بكل هذه الجوانب ولدت ما يسمى في أو باللحظة المناسبة للدخول وبالتالي تطويرها من أجل إنهاء الوضع الراهن اللي موجود في سوريا في هذا. طيب ولكن دكتور حسن يعني اللاعبون هم كثر بما يخص الأزمة السورية، نتحدث عن الولايات المتحدة من جهة وموقفها من إعادة العلاقات مع سوريا وإعادتها إلى الحضن العربي، نتحدث أيضا عن إيران وروسيا، وبالتالي كيف يمكن التعامل مع كل هذه الملفات الشائكة وكيف للدولة السورية أن تتعامل مع هذه الملفات الشائكة؟ بتقدير الشخصي عندما تحدث عن فرصة جاذبة الآن لاعبين كثر لا شك في سياقات معينة كثر اللاعبين هو اللي عقد، لكن منذ عامين تشهد المنطقة أقلها في المستوى الإقليمي تشهد حركة استدارات وإعادة تعيير حقيقة وانفراجات في المستوى الإقليمي انعكس إيجابيا على المسألة السورية. أنا بتقدير الشخصي السياق الإقليمي الآن أصبح أقل تعقيدا من ذي قبل وبالتالي يمكن التعاطي مع استدارة تركية، يعني احنا
في من شهور نرى نوع من الاشتباك السوري التركي الإيراني الروسي بهذا الجانب. هنالك استدارة تركية باتجاه الإمارات، هنالك استدارة سعودية إيرانية بهذا الأمر، انعكست على هذه الجوانب بكل هذه الأمور، هنالك اشتباك عربي عربي وعربي سوري بهذا الاتجاه. فلذلك مسألة التعقيد في السياق الإقليمي خفت حدتها. طيب ماذا عن الولايات المتحدة؟ نعم أسأل ودول الأردن هنا في العالم الوسيط. الولايات المتحدة وأوروبا حقيقة ما زال يصران على أنه لا يمكن التعاطي مع النظام ولا يمكن ولا كل هذه الجوانب. لكن أنا امبارح يعني لفت انتباهي عندما تحدث وزير خارجية الأردني مع بلينكين بهذا الأمر، وتحدث بلينكين وقال مثلا قال جملة على سوريا أن تهيئ الظروف الإنسانية من أجل عودة اللاجئين وكل هذه الجملة حتى تكتسب مصداقية. فبالتالي ممكن أنا بتقدير الشخصي النجاحات اللي بتحققها الدبلوماسيين العربي وفي السياق الإقليمي لاحقا يمكن أن تؤثر في زحزحة الموقف الأمريكي، في زحزحة الموقف الأوروبي في هذا الجانب. ولا تنسي أن الآن الدول الوازنة المحورية في النظام العربي اللي هي مجلس التعاون الخليجي، مصر، الأردن، العراق، اللي ماخذة على عاتقها هذا الأمر، تتمتع بشبكة علاقات دولية. وبالذات عند الحديث عن الأردن، الأردن الدولة الأكثر تضررا من سوريا، وبالتالي الأردن مشتبك مع الأوروبيين، مشتبك مع الأمريكان. جلالة الملك زار الولايات المتحدة ثلاث مرات، وبالتالي كان الحديث قطعا في المسألة السورية. وزير الخارجية باجتماعاته مع الأوروبيين ومع وزير الخارجية الأمريكي بهذا الجانب. لذلك خلينا كمان نحكي شغلة معينة هنا، هذا الحراك الدبلوماسي لا أتوقع أنه والله خلال أسبوع أو خلال 10 أيام أو خلال شهر أنه راح تنتهي المسألة السورية. المسألة السورية من التعقيد بمكان، لكن كان من الأهمية بمكان أن تشكل نقطة ارتكاز قوية تبدأ فيها وتبني عليها بهذا الجبن. وهذا ما عملته حقيقة اجتماعات عمان، وقبلها اجتماعات الجدة، وقبلها القمم التشاورية العربية في هذا الجانب. هذا ما صنعت الظروف الإنسانية الكارثة اللي تحدثنا فيها كثيرا صراحة. وكما ذكرت يعني الأردن كان الأكثر تضررا بهذه الأزمة، وبالتالي هل من حقه البحث عن حل اليوم؟ مما لا شك فيه الأردن في يعني خليني أحكي لك شغلة معينة في السياسة الخارجية وعملية صناعتها وكذا، محورها الأساسي هي المصالح الاستراتيجية لأي دولة في هذا الأمر. الآن الأردن في بيئة إقليمية خشنة، مصالح الاستراتيجية تضررت حقيقة من المسألة السورية، سواء كان في سياق الإنساني الاجتماعي، عندك حوالي 1.5 مليون لاجئ حقيقة، هذول الأردن تحمل عبهم ومتوقع أن يستمر تحمل الأعباء هذا الأمر. هنالك تحديات أمنية كبيرة بهذا الجانب، تحديات أمنية، موضوع الجنوب السوري اللي هو الأقرب للأردن، موضوع تهريب المخدرات وغيرها في سياق السياسي. الأردن اقتصاديا خسر الكثير من الموضوع السوري، سواء كانت تجارة بيدية، تجارة ترانزيت، العبء اللي بتحمل الأردن في هذا الأمر. ومسألة استمرار أنه يستمر الوضع الراهن قطعا بده يضر في الأردن، لذلك الأردن مدفوع. أنا يعني الأردن والأطراف العربية الأخرى أصبحت أكثر عندها دافعية كبيرة بأن يتم إيجاد حل في سوريا. هلا هذول 10 سنوات و12 سنة اللي مر بهذا الأمر وكل التجارب كان في فرص، لكن حقيقة الآن الكل بات مقتنعا بأن لا حل في سوريا إلا بسياق الواقعية السياسية. واقعية سياسية تنتج عملية سياسية متفق عليها من الجميع بهذا الأمر، تضمن وحدة وسلامة وأمن وأراضي سوريا، تؤسس إلى ما يسمى في خلق النظام والأمن. وبالتالي هذه العملية باكتسابها الزخم قد تؤدي تدريجيا إلى إنتاج عملية سياسية توافقية من جميع الأطراف. صحيح. وشفنا الأردن اشترط في المبادرة خطوة مقابل خطوة بهذا الأمر تؤسس. ولذلك يمكن في البداية في عمان كان التركيز كمان على الجانب الإنساني، القضايا الإنسانية قد تكون أقل جدلية، قد تكون أقل حدة بهذا الأمر. فلذلك إذا أنت في المفاوضات أو في الوساطة اخترت القضايا الأقل حدة وأقل جدلية، ممكن أنه يصير في توافق، تبني أرضية وتؤسسي نوع من الثقة المتبادلة اللي يمكن على أساسها. صحيح. الحديث في قضايا الصعبة بهذا الجانب. وزي ما حكيت المؤتمر يعني عمان تحدث عن خطوات تفصيلية ووضع آليات، لأن لابد من البناء عليها في هذا الأمر، وأيضا متعلق في مسألة عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة الدول العربية. باعتقادي بكرة في هنالك اجتماع تشاوري اجتماع في وزارة الخارجية في مصر بهذا الجانب، وبعدها طبيعي سوف يكون هنالك اجتماع فيما يتعلق في وزارة الخارجية ومسألة القمة العربية القادمة التي ستحسم هذا الجدل وتؤسس. أنا بتقدير الشخصي الآن في السياق الإقليمي هنالك ظروف جدا مواتية، هنالك فرصة يجب استمرار يعني استغلالها والبناء عليها تدريجيا بهذا الجانب. نعم.
ولكن هنا دعنا ننوه بأن الحالة السورية حالة معقدة تتطلب اشتباك معقد وتطلب وقت حقيقة. لكن كما ذكرت يعني الواقعية هي أول مبدأ في السياسة الخارجية يعني، وبالتالي ما بني على أساس صحيح ربما يعني يصدر نتائج أفضل، وأتحدث عن علاقات الدول. ولكن عند التركيز على موضوع اللاجئين كما ذكرت دكتور، يعني عودة اللاجئين إلى سوريا تتطلب أيضا إصلاح اقتصادي، تتطلب دعم مالي، يعني الوعود بأمان إنجاز التعبير للاجئين. كيف يمكن للأردن وكيف يمكن للدولة السورية التعامل مع ملف اللاجئين؟ هلا قضية اللاجئين قطعا إنسانية، لكن وهي سياسية أيضا، تأثيراتها هي سياسية أمنية كل هذا الجوانب، وقد تكون الأكثر شوقية حقيقة في الصراع. ليش؟ القضية اللاجئين هي قضية نزاع وما بعد النزاع في هذا الأمر. أنت تتحدثي عن ملايين، الآن حسب الإحصائيات في هنالك حوالي 12 مليون نازح ولاجئ سوري على مستوى العالم بهذا الجانب. هلأ السؤال المطروح كيفية عمل سوريا جاذبة من أجل يكون في هنالك عودة طوعية وآمنة للاجئين بهذا الجانب. تعلمي سوريا في العشر سنوات أو 12 سنة الماضية تعرضت إلى كثير من التدمير، البنى التحتية، هؤلاء تشردوا، كل هذا الآن على سوريا مطلوب لحقيقة، يعني سوريا عليها دور رئيسي في جذب هؤلاء وتوفير الظروف سواء كانت الاقتصادية، توفير التشريعات الضامنة لأمنهم وسلامتهم بهذا الجانب. الأردن نفس الشيء بتحرك بتقدير الشخصي، يعني بحالة طبيعة الأردن تحرك بهذا الأمر، مشتبك مع المجموعة الدولية، مشتبك مع الأمم المتحدة. وأعتقد الأردن طرح مسألة أنه مسألة كنوع من الاختبار وبناء عليه لمسألة أنه 1000 لاجئ يتم عودتهم إلى درعا، وبالتالي توفير الظروف وكل هذه الجهات. بيان عمان أكد على البيان المشترك أكد على هذا الجانب. لكن دعني أنوه هنا بهذا الأمر، يعني مش بس في السياق الأردني، في السياق العالمي مشكلة اللاجئين صراحة يعني دائما الدول المستضيفة للاجئين تواجه صعوبات حتى بعد الحل تبقى هذه الأمور، وخاصة عند الحديث أنت بتحدثي عن نسب كبيرة من الشباب، في منهم من أسس مصالح، في منهم كذا. هلا الآن كيفية جعل سوريا جاذبة؟ أيضا في مسألة إعمار سوريا بدك تشريعات، بدك أيضا تعاون أوروبي، بدك تعاون أمريكي، عندك مثلا قانون قيصر اللي طب كيف بده مثلا يتم بناء سوريا. بتقدير الشخصي المدخل الإنساني ممكن من خلال المدخل الإنساني اللي بتعاطى مع اللاجئين وتقديم المساعدات لهذا الأمر نبدأ في عملية بناء وتهيئة الظروف المواتية من أجل بداية وعودة تدريجية للاجئين. لكنها عشان هيك العملية طويلة. ما يهم الآن يعني الآن حاليا نتحدث عن نجاحات على المدى القصير، نجاحات هنالك نجاحات، لكن على المدى الطويل المسألة السورية بكل تداعياتها سواء كانت اللاجئين، سواء كانت مسألة تواجد القوات الأجنبية، أنت على الآن في الواقع العملي سوريا في الواقع العملي مجزأة. عندك الشمال السوري المتعلق التركية اللاعبين كثر يعني كثر عندك الأمريكان في هذا الأمر، والحكومة السورية أو النظام مسيطر على أجزاء بهذا الأمر، لأن من البنود اللي هي دعم سوريا على خروج القوات الغير شرعية من مثلا من سوريا. لكن مقابل ذلك النظام وفي سوريا والدولة السورية عليها العمل على أيضا تهيئة الظروف والتعاون مع المجتمع الدولي. لابد من خلق نوع من الثقة المتبادلة حقيقة اللي من خلالها نستطيع مثلا جلب المؤسسات الدولية إلى حد ما، نعمل اختراقات في جدار الممانعة الأمريكية الأوروبية من خلال حقيقة خطوات حسن نية وإجراءات على الأرض تقوم بها سوريا في هذا الجانب. ولا بد يعني سوريا الأطراف السورية لابد من استغلال هذه اللحظة التي لم تتوفر خلال 12 سنة اللي مضت في هذا الأمر. يعني متحدث عن واقع مختلف، يعني كلنا من المتابعين في المسألة السورية، في مسألة جنيفا، في مسألة استانا، في كل هذه الأمور لم تتوفر ظروف مناسبة أو فرصة جاذبة بحجم هذه الفرصة. شكرا لك الدكتور حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات، شكرا لك.